السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليك كوك. معكم مريم بركات. اليوم سوف أقدم لكم وصفة حلوة لسان طير أو لسان العصفور، نسميها أيضا في المغرب بالمصهدة. لها عدة أسماء على حسب الجهة والمنطقة. هذا هو شكلها، تقلى في الزيت وتطفى أيضا في العسل، وهي من الحلويات التي تقدم على مائدة رمضان، تشبه نوعا ما الشباكية. بالنسبة للمقادير، سوف نحتاج إلى 0.5 كيلوغرام من الدقيق الأبيض، 50 غرام من الزبدة في حرارة الغرفة، بيضة أيضا في حرارة الغرفة، 2 ملعقة كبيرة من السمسم أو الزنجلان، يكون محمص قليلا، وهنا 0.5 ملعقة صغيرة من القرفة، 1 ملعقة كبيرة من السكر، و3 غرامات من الخميرة الكيميائية. هنا بالنسبة للسكر، سوف أطحنه مع القليل من المستكة، 3 حبات من المستكة أو المسكة الحرة، وهنا القليل من الملح. سوف أجمع الكل بماء الزهر، تقريبا 140 ملل إلى 250 ملل من ماء الزهر. هذه هي المستكة. سوف أطحن تقريبا 3 حبات مع السكر، لأن المستكة أو المسكة الحرة لا تطحن لوحدها، لابد من طحنها مع القليل من السكر. هذا هو شكلها. بعد أن طحنتها، سوف أضيف الزنجلان أو السمسم محمص، يعني تحميص خفيف. أضيف القليل من الدقيق ليطحن يعني الزنجلان أو السمسم جيدا. لذلك سوف أضع الدقيق، ثم الملح، أيضا القرفة، وكذلك الخميرة الكيميائية، كل مكون في جهة. وسوف أنخل خليط السمسم مع الدقيق. بعد ذلك سوف أضيف الزبدة، ثم أعجن الخليط على هذا النحو. بعد ذلك أضيف البيض، ثم أضيف ماء الزهر تدريجيا. يمكنكم أن تستخدموا فقط 1/2 كمية من الماء ونصف الكمية الأخرى من ماء الزهر على حسب الرغبة، إلى أن أحصل على عجين لا يكون يعني رطب تماما، يكون يعني صلب نوعا ما. هذا هو القوام المطلوب، تلاحظون ليس رطب تماما. بعد ذلك سوف أقوم بتشكيل كريات هنا بمساعدة الزيت، وكأني أحضر المسمى المغربي. أشكل كريات متوسطة الحجم على هذا النحو بمساعدة القليل من زيت المائدة. مع ذلك أغطيها وأتركها لترتاح مدة من 15 إلى 30 دقيقة حتى ترتاح، ويسهل علي بسطها على هذا النحو. والآن بمساعدة القليل من الزيت أقوم ببسطها على شكل دائري على هذا النحو. بعد ذلك سوف أحملها وأضعها فوق المقلاة. هذه مقلاة ثقيلة يعني خاصة بالمسمن، إذا لم تتوفر لا مشكلة. نحن سوف نطهوها فقط يعني نصف مدة الطهي، يعني لا نريد أن نطهوها تماما حتى تبقى يعني لينة، لذلك نسميها بالمصهدة، يعني كأنها دايجة مصهدة، يعني تتصهد فقط يعني بالحرارة. هذا هو شكلها، ليست مطهوة تماما حتى يسهل علينا لفها. يعني بعد ذلك نغطيها بخرقة نظيفة على هذا الشكل حتى لا تجف، وأواصل طهو جميع الكمية المتواجدة لدي. هنا المقلاة يفضل أن لا تكون يعني ساخنة جدا حتى يصل علي بسط العجين إذا لم ينبسط بشكل جيد. هذه هي الدوائر بعد أن أتممت طهوها. هنا استخدمت 1 إلى 2 ملعقة كبيرة من الدقيق مع القليل من الماء فقط لكي أقوم بغلق الجوانب. بعد ذلك سوف أقوم بعملية الطهو. هنا أترك يعني مسافة، يعني لا أضغط تماما على العجين، يعني أترك هنا مسافة 0.5 سنتيمتر إلى 1 سنتيمتر وأبدأ باللف. وعندما ألف يعني لا أضغط، يعني أبقي يدي يعني خفيفتين حتى لا تلتصق يعني العجين ببعضها. وهنا أترك تقريبا 3 سنتيمترات إلى 1 سنتيمتر وأدهن الجوانب بخليط الماء والدقيق حتى تلتصق جيدا على هذا النحو، وأضغط حتى يعني تلتصق الجوانب
وأتركها على تلك الجهة، وأستمر في لف جميع الدوائر المتوفرة لدي، ألصق الجوانب وألف. بعدين سوف أقوم بقصها، أتأكد من أن الجوانب يعني ملتصقة، وأقص بشكل مائل تقريبا أسبوعين يعني سنتيمترين، وأقص بشكل مائل على هذا النحو، يعني الحجم على حسب الرغبة، سنتيمترين أو أردتم أكبر لا مشكلة. هذا هو شكلها من الداخل، تعطي شكل جميل. بعد ذلك في حمام زيت سوف أقوم بقليها، هنا أضع قطعة صغيرة حتى أتأكد من أن الزيت أصبح جاهز، لا يكون يعني ساخن جدا، والحرارة تكون يعني متوسطة ليست عالية حتى تطهى جيدا من الداخل وتكون يعني مقرمشة. وأضع الحبات على هذا النحو، بعد أن تطهى وتكتسب لون ذهبي أزيل الحبات التي نضجت أولا أو اكتسبت اللون الذهبي أولا. بعد ذلك أزيل جميع الحبات، أطفوها في العسل، وهنا العسل يجب أن يكون يعني دافئ، لا يجب أن يكون العسل ساخن. أنا وضعته فقط في حمام مريم حتى لأن كان العسل صلب بعض الشيء، ثم أطفوها على هذا النحو وأتركها حتى تتشرب العسل جيدا، وأواصل قلي جميع الكمية المتوفرة لدي. هنا أتأكد دائما أن يعني الحبات مفتوحة، تلاحظون يعني هي ليست ملتصقة ببعضها حتى تطهى جيدا من الداخل. بعد ذلك أزيلها من العسل، أنا تركت جميع الكمية في العسل لمدة نصف ساعة حتى تشربت العسل جيدا. إما إذا كانت لديكم يعني كمية العسل كبيرة لا بأس في ترك جميع الحبات وسط العسل، وهنا أؤكد على ضرورة أن يكون العسل يعني دافئ، لا يجب أن يكون ساخن حتى يتشرب الحبات جيدا. هذا هو شكلها النهائي، أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم. لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة وهو www.clickcook.com، سوف تجدون وصفات أخرى، ولا تنسوا أن تضغطوا على زر أعجبني إذا أعجبكم الفيديو، وعلى الضغط على زر الاشتراك لتتوصلوا دائما بالجديد. أشكر متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.